معلومات عن طائر الكوكتيل. ماذا يأكل الكوكتيل؟ متى يبلغ؟ وما الفرق بين الذكر والأنثى؟ وهل طائر الكوكتيل عنده القدرة على الكلام؟ هل يستطيع الكوكتيل أن يتكلم؟ وما هو متوسط عمره؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ماذا ياكل الكوكتيل ياكل الكوكتيل الدنيبه والبلكم والفلارس وحبوب عباد الشمس وهو ما يعرف باللب السوري كما انه ياكل الخضروات وياكل الفواكه والجزر والخيار والخص والجرجير وجميع انواع الخضروات ولا ينبغي عليك ان تكثر من تقديم الخيار حتى لا يحدث له مشاكل معوية أو يحدث له إسهال. ولكن متى يبلغ طائر الكوكتيل؟ يبلغ طائر الكوكتيل بعمر سبعة أشهر، ولكن الأفضل أن يتم تزويجه في عمر عشرة أشهر. كم يضع طائر الكوكتيل من البيض؟ يضع الطائر من ثلاثة إلى سبع بيضات. ويتم الرقاد عليها. من ثمانية عشر يوما إلى أربع وعشرين يوما. أما عن متوسط وزن هذا الطائر، فمتوسط وزنه من ثمان وسبعين إلى مئة جرام. الكوكتيل طائر قلاق. إن طائر الكوكتيل من الطيور القلاقة، أي التي تخاف والتي تنزعج بشكل كبير. فعليك أن توفر له قدرًا من الهدوء وعدم الإزعاج، وأن تضع القفص في مكان مناسب، حيث أن هذا الطائر لو شعر بالإزعاج والقلق، يهجر العش ويترك تحضين البيض. طائر الكوكتيل يستطيع الكلام. هل الكوكتيل عنده القدرة على الكلام؟ بالطبع إن طائر الكوكتيل لا يستطيع أن يتكلم. وحتى لو تكلم في بعض الحالات النادرة فإن قدرته على الكلام تكون ضعيفة جدا جدا ولا يستطيع أن يتكلم الكلمة بوضوح حتى لو تكلم تكون الكلمة كما تسمعون... تكون الكلمة غير واضحة لا تكون الكلمة واضحة بالنسبة لباقي الببغاوات فالدرة أو الكاسكو تكون الكلمة واضحة جدا، أما الكوكتيل فإن الكلمة حتى لو نطقها في بعض الحالات النادرة جدا، تكون الكلمة غير واضحة وغير مفهومة، ويحتاج الأمر إلى تدريب طويل طويل وإلى معاناة كبيرة، فطائر الكوكتيل ليس من الطيور المتكلمة إلا في حالات نادرة. أما عن أنواع الكوكتيل فأنواعه كثيرة فمنه الحبشي ومنه اللاتيني ومنه الأزبيل ومنه المصبع ومنه الويتفيس ومنه الألبينو هذه أكثر الأنواع انتشارا وأقل الأنواع سعرا هو الكوكتيل الحبشي فهو أرخص الأنواع سعرا مقارنة بغيره من الأنواع أما عن أغلى الأنواع فهو الكوكتيل الألبين والمصبع تصبيعة راقية كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى في عصافير الكوكتيل يختلف ذلك باختلاف النوع أولا الفرق بين ذكر وأنثى في الكوكتيل اللاتيني ستلاحظ معي ان وجه الذكر يكون به احمرار على الخدين وهذا الاحمرار وهذا الاصفرار الموجود على خد الذكر يكون مساحته اكبر وازهى من مساحه صفار الانثى اما الانثى فتكون الاصفراره عندها على الخدين باهته او قليله كما نلاحظ في الصورة أما تحديد جنس اللتين بطريقة سهلة فهي بواسطة الخطوط الموجودة على الجناح أو على الزيل باللون الأصفر عند الأنثى ولا تظهر هذه الخطوط بالعين المجردة وتحتاج حتى تظهر هذه الخطوط إضاءة جيدة فانظر معي إلى أجنحة الأنثى فهناك فرق قد لا يسهل ملاحظته وهو ان عظام الحوض لدى الانثى اكثر اتساعا من الذكر ولا يعرف ذلك الا بعد البلوغ الفرق بين ذكر وانثى الككتير الحبشي من ناحيه الخدود فسوف ترى خدود الانثى باهته كما هو في الصوره ثم انظر جيدا الى خدود الذكر فسوف تراها خدود واضحه ومشرقه وفاقعه اما اجنحه الانثى فكما ترون في الصوره فسترون بها ايضا نقطا صفراء فهي ليست صافيه اما اجنحه الذكر فستراها صافيه تماما ولا يوجد بها بقع صفراء. وانظر معي أيضاً نستطيع أن نعرف الفرق بين الذكر والأنثى من خلال الذيل عند الأنثى والذيل عند الذكر. فسوف تلاحظ معي بينما الأنثى يكون لون أسفل الذيل رمادي مرق. بالأصفر. يكون لون الريش أسفل ذيل الذكر رمادي متفاوت الدرجات ولا يوجد به نقط صفراء. وغالبا تتشابه أجسام الذكور والإناث إلا أن هناك فرق واحد قد لا يسهل ملاحظته وهو أن عظام الحوض لدى الأنثى أكثر اتساعا من الذكر. وهذه العلامات التي ذكرناها لن تتضح ولن تظهر إلا بعد البلوغ ويحتاج الأمر إلى خبرة وملاحظة عالية أما عن معرفة الفرق بين الذكر والأنثى في طائر الكوكتيل الألبينو فيصعب عليك التمييز بين الذكر والأنثى ويحتاج الأمر إلى تحليل الدي إن إي الحمض النووي وسوف انزل فيديو قريبا عن بعض العلامات التي تدل على الفرق بين الذكر والانثى في طائر الكوكتيل الالبينو اما عن تدريب هذا الطائر فان هذا الطائر يسهل عليك تدريبه فهو بعكس باقي الببغاوات التي يصعب عليك تدريبها وترويضها فبامكانك ترويض الكوكتيل حتى لو لم يتم تاكيله تاكيلا يدويا لكنك اذا قمت بتاكيله تاكيلا يدويا فان ذلك سيجعل هذا الطائر اكثر حبا لك اما عن مناعه هذا الطائر فمناعته متوسطه فقد يصاب بالبرد وقد يصاب بالاسهال ولتجنب ذلك عليك ان تضع القفص في مكان مناسب بعيد عن الطيارات الهوائيه وينبغي عليك ألا تكثر من وضع الخضروات والأكل اللين حتى لا يصاب الطائر بالإسهال. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا بكل المعلومات التي قدمناها لكم ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والإشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.